نرجع تاني مع بعض ونروح لعامر عامر حارس مرمى نادي سيراميكا، فعلا من الحراس الكبار يعني كل سنه كده بقى لنا حوالي 7 8 سنين او اكتر كمان، يعني لما نيجي نحصر كده الحراس المميزين في الدوري لازم عامر عامر من ضمن افضل 3 4 حراس في الدوري المصري. فعلا حارس مميز جدا، لعب في امبي، لعب في الجونه، في الانتاج الحربي في سيراميكا، من الحراس المميزين جدا. ضيفنا النهارده ويعني سعيد بيه جدا ان هو موجود معانا النهارده في كوره كل يوم. ازيك يا عامر؟ الحمد لله يا كابتن كريم، مبسوط طبعا ان انا مع حضرتك النهارده وشكرا على المقدمه الجميله دي. الله يخليك، ده حقك والله. انت يعني الحراس اللي انا شخصيا بتعجبني جدا، ومن الحراس اللي مستواها ثابت كمان. ربنا يخليك. الاصابه شويه كذا مره كده هي اللي اثرت في غيابك فتره يعني. الاصابه طبعا هي العقبه الوحيده في مسيره اي لاعب. فانا الحمد لله يعني فتره وبتعدي، اتصبت في مره في 2010 ومره في 2019، فالحمد لله يعني الحمد لله بتعدي. الحمد لله. هو 34 سنه بالنسبه لحراسه المرمى دلوقتي اللي انت لسه نون. لا لسه لسه صغنن. لسه صغير. صح دلوقتي ما شاء الله بنشوف حراس يعني بيلعبوا، يعني محمد عمونس دلوقتي 45 سنه. 45 سنه. والحضري برضه بطل. بالظبط. بتبقى يعني سن حراسه المرمى غير سن اللعيب، تقدر تلعب لسن كبير طول ما انت محافظ على نفسك، تلعب لاكبر سن يعني. عندك عندك الطموح ده يعني ان شاء الله؟ عندي. يعني مش حاسس ان انت؟ لا ابدا. 34 سنه في سن حراسه المرمى لسه صغير يعني. لا ابدا، زي ما حضرتك قلت كده اوسا يعني مثال اي حارس مرمى يعني. بسم الله ما شاء الله 44 سنه وبيأدي برده في الملعب ولا اي حاجه. ايوه. كل سنه اسم عامر عامر محطوط في الاهلي، منتخب مصر مرشح للنادي الاهلي يشتريه، الزمالك في بعض الفترات، بس الزمالك عشان كان في حراس كتير الفتره اللي فاتت فكانت الدنيا مقفوله شويه. صح. لكن كل مره هنجيب عامر عامر، ده عامر عامر مرشح، ده اللي كان بيحصل؟ والله مش عارف يعني، انا كنت الحمد لله ببقى موفق في خلال الموسم، مرة واحدة الأهلي، منتخب كده كده، فالموضوع بيقف مرة واحدة، بس مش من عندنا يعني. مش من عندنا؟ لا طبعا. أكيد. لا يعني وأنت في الجونة كان في الكلام عليك، وأنت في الإنتاج الحربي كنت ماشي كويس جدا. بالظبط. في كلام عليك برضه في السيراميكا، دايما لما الأهلي بيبقى عايز حارس مرمى اسم عامر عامر محطوط دايما. هو شرف ليا طبعا إن اسمي يتحط سواء في الأهلي أو في الزمالك، إن أنا ببقى موجود أو مطلوب منهم. لكن الموضوع كله مش من عندنا يعني. بيبقى مفاوضات. مفاوضات حسب النادي اللي انت فيه. بالظبط. اصابه، حاجه، جهاز فني بيتغير، لا يعني حاجات كلها مش كان عندنا. اقرب مره عامر عامر كان ممكن ينضم فيها الاهلي امتى؟ فتره الاصابه. فتره الاصابه 2019. 2019 بالظبط. دي كانت اقرب فتره يعني. دي كنت موجود انت في منتخب مصر. منتخب مصر او الانتاج الحربي، كنت ماشي الحمد لله بشكل كويس، فدي كانت اقرب فتره ليا يعني. ومن الاصابه بقى هي بعد الاصابه طبعا وقفت الدنيا. طبعا.